في إطار الاستعدادات المتصلة بتأمين أفضل الظروف لعودة مواطنين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المزداة لهم، تقرر العمل على تسهيل إجراءات حلولهم ومغادرتهم. حيث تعهدت إدارة الحدود والأجانب من تسليم الأذون بالمغادرة لمن تعذر عليهم استخراج جوازات سفر تونسية أو تجديدها. كما تم في ذات الإطار تعزيز وحدات شرطة الحدود والمطارات والموانئ بالرصيد البشري الكافي وبالتجهيزات الضرورية ضمانا لاستغلال كافة الشبابيك وإنهاء الإجراءات الحدودية ذات الصلة في وقت قياسي، لجانب استغلال جميع الممرات وتخصيص البعض منها لفائدة المرضى وذوي الإعاقة والمتقدمين في السن والعائلات وفيرة العدد، فضلا عن التزام بدراسة جميع الملفات الواردة عن الإدارة العامة للديوانة والمتعلقة بطلبات الانتفاع بالامتياز الجمركي بالسرعة المطلوبة. وفي ذات الإطار تعزيز مكاتب العلاقات مع المواطن بمختلف جهات الجمهورية بالعنصر البشري وتجهيزات المطلوبة وبرمجة حصص استمرار لتوفير الخدمات خارج التوقيت الإداري. مع المرونة في قبول الملفات المقدمة واعتماد السرعة في إنجازها خاصة البطاقة التعريف الوطنية والبطاقة عدد 3 وجواز السفر. كما يمكن للتونسيين بالخارج الراغبين في تجديد جوازات سفرهم في حالات الضياع أو التلوث إيداع مطالبهم مباشرة لدى مكتب الاستقبال والتوجيه بوزارة الداخلية لاختصار الأجال.